كل حروف اللغة سواء من حرف الألف إلى الياء، كل كلمة نستعملها نلمح فيها حروف هجاء. أنا حرف الهاء بهاشم وبهدهد وبهرم هاء، أنا حرف الراء بربح وبرمح أنا حرف الراء، أنا حرف التاء بتين وبتوت وبتمر تاء، أنا حرف الحاء بحوت وبحمر وبحر حاء. كل حروف اللغة سواء من حرف الألف إلى الياء، أبجد هوز حطي كلم جزء من أحرف الهجاء. أنا حرف الباء ببندق وببقرة وببرج باء، أنا حرف الخاء بخيط وبخيمة أنا حرف الخاء. كل حروف اللغة سواء من حرف الألف إلى الياء، كل كلمة نستعملها نلمح فيها حروف هجاء. واحد اثنان ثلاثة أربعة، 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 واحد اثنان ثلاثة أربعة. الله، ما أحلى هذا الصباح! ترى أين أصدقائي؟ السلام عليكم يا أصدقائي، سأعرفكم بنفسي، أنا صديقتكم الزرافة ظريفة، وها هو الأرنب سمسم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ أنا بألف خير والحمد لله رب العالمين. جئت في وقتك المناسب، كنت أتحدث مع الأطفال، شاركني، هيا. أكلمهم وأنت موجودة؟ سأدع الكلام لك أنت، فأنت الأكبر ورقبتك الأطول. بل سنتعاون معا. أين القرد ميمون؟ ليس من عادته أن يتأخر عنا، إنني قلقة عليه. لذيذ، لا تخافي عليه، سأذهب وأبحث عنه. أنا هنا، لقد أتيت. السلام عليكم. وعليك السلام والإكرام، أين كنت؟ إنني أحمل لكما مفاجأة. جوزة هند مثلا، أم أنها جزرة شهية؟ أبدا، بل هي مفاجأة أهم بكثير، فكر جيدا. لن أعرف، قل أنت. في الحقيقة عثرت على كنز. كنز؟ خرجت من بيتي في الصباح وأخذت أسير على المروج الخضراء البديعة، أمتع نظري بنعم الله وجمال مخلوقاته البديعة التكوين من ناحية، وأستفيد من رياضة المشي من ناحية أخرى. فهمنا هذا، ولكن ما خبر الكنز؟ كن صبورا، ستعرف كل شيء. هاتي أسمانا. وعندما ابتعدت قليلا وجدت عربة خشبية قديمة ولم يكن بالقرب منها أحد. تابع أرجوك، يبدو أنه يريد أن يستثير أعصابنا. سأكمل. هيا تفضل. وإذا بي أجد فيها صندوقا قديما، لكنني لم أفتح. لماذا؟ أحببت أن تكونا معي، هيا نذهب إليه فهو يقع في تلك الجهة. ها هو، إنه هناك. ما رأيك يا ظريفة أن تخرجيه لنا لنرى ما في داخله؟ فرقبتك الطويلة ستساعدك حتما على هذا العمل. فكرة جيدة، هيا يا ظريفة. ما بك؟ أتساءل كيف سنقتسم الكنز. بالتساوي طبعا، هيا اسحبيه. ماذا وجدت به؟ أحلى كنز. Thank you.
أين أنا ومن أنتم؟ لا تخف، نحن أصدقاء، أخرجناك من الصندوق الذي كنت فيه. جزاكم الله كل خير. احكي لنا القصة، كيف وصلتم إلى هنا؟ لقد وضعوني مع بقية أصدقائي في الصندوق، ثم وضعوه في العربة ليتم إيصاله إلى مدرسة قريتكم، لكننا عندما وصلنا إلى هذه المنطقة انكسرت عجلة العربة فتحطمت وبقينا هنا إلى الآن. لكن من أنت ومن هم أصدقائك؟ أنا وأصدقائي نكون الحروف الهجائية التي تتكون منها اللغة العربية، ويبلغ عددنا 28 حرفا. تذكرتك، أنت حرف الألف، كنت قد تعلمت ذلك في مدرستي عندما كنت صغيرة. أهلا بك يا أول حرف في الحروف الهجائية. أهلا، وصديقاك هل هما متعلمان أيضا؟ للأسف لم تتح لنا الفرصة لذلك مثل ظريفة. عرفنا بالأحرف من فضلك. بكل سرور. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء. هؤلاء نحن. وما هو شكلك في الكلمات؟ تشاهدونني في أول الكلمات أمل، أحمد، أماه. اسمح لي بسؤال. قبل ذلك ما رأيكم أن أتعرف بكم أولا؟ نحن الأصدقاء الثلاثة، ظريفة، سمسم، ميمون. بمناسبة ذكر كلمة أصدقاء فهي تبدأ بحرف الألف، لكن هناك كلمات يأتي فيها حرف الألف ضمنها أو في آخرها. يبدو أن للفظك يا حرف الألف عددا من الأحوال. أحسنت يا ميمون، سؤالك جاء في محله تماما. هناك حركة الضمة والفتحة والكسرة. إنني أعرفها، فألف أرنب مثلا مفتوحة، وألف إنسان مكسورة، وألف أحد مضمومة. ألف فتحة أرنب، ألف كسرة إنسان، ألف ضمة أحد. أرنب إنسان أحد، تعلمتها، شيء جميل. بدأبكم على التعلم تذكرت قول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والآن لنتابع الأمثلة. حسناً، أسعد، أمجد. أخطبوط. أخطبوط؟ وما هو الأخطبوط؟ الأخطبوط الذي يبدأ بحرف الألف المضمومة هو حيوان بحري له 8 أذرع رأسية، طول الذراع منها لدى بعضها 16 متراً. وهناك أيضاً أخطبوطات صغيرة لا يتجاوز حجم الواحد منها حجم الكف، وقد وهبها الله سبحانه تلك الأذرع حتى تتمكن من الالتفاف حول فريستها وغرس مجساتها الخطيرة جداً في جسم تلك الفريسة. هل تسمع المزيد؟ لا أرجوك، يكفي هذا. لا تخف يا ميمون، فهو لن يصل إلينا أبداً. حسناً، سأنزل. أخطبوط يبدأ بحرف الألف المضمومة مثل أحد. أحمد وأمل وإيمان، أخطبوط وأسد وإنسان. أحمد وأمل وإيمان، أخطبوط وأسد وإنسان. كلمات تشترك بحرف في أولها فماذا كان؟ كلمات تشترك بحرف في أولها فماذا كان؟ حرف الألف، حرف الألف. أسمع ضجيجا، ترى ما قصة هذه الأفيال؟ شيء غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمع. هذه الأفيال في طريقها إلى البحيرة، ولكن أخشى أن تدوس هذه الأفيال بيوتنا في أثناء عبورها منطقتنا. علينا أن نتدارك الأمر قبل حصوله. ألطف بنا يا إلهي. ما بك يا ميمون؟ إلى ماذا تنظر؟ يراقب الفيلة. نعم. وماذا رأيت؟ هل اكتشفت أمراً ما يا ميمون؟ الحقيقة أن سمسم خائف على بيته منها، فهي تمشي بصورة مضطربة. الحقيقة
الحق معه. أنت يمكنك التنقل سريعا بين الأشجار، أما السمسم فلا يمكنه تسلق الأشجار مثلك أيها القرد. علينا أن نجد طريقة. مثل ماذا؟ سأفكر. بما أن الذي سيتأثر بيننا هو سمسم، علينا أن نساعده على إيجاد مخرج له ريثما تذهب الفيلة. هذا صحيح، بأن يد الله مع الجماعة. لم أعد أسمع لها صوتا، لقد ابتعدت الفيلة. الحمد لله. ما رأيكم أن نذهب ونخرج حرفا جديدا من الصندوق؟ فكرة جيدة. هيا يا ميمون، افتح لنا الصندوق كي نرى الحرف الذي سيخرج لنا. حسنا. مرحبا، عرفنا باسمك أيها الحرف. لماذا؟ من أنتم؟ نحن الأصدقاء الثلاثة، تلاميذ ظريفة وسمسم وأنا ميمون. أعتقد أنك حرف الباء. صحيح، أنا كذلك. عرفتكم، لقد حدثني عنكم حرف الألف. أهلا بك يا صديقنا يا حرف الباء. تعالوا بنا إذن نتذكر كلمات تحتوي حرف الباء. بندق. صحيح، بندق تبدأ بحرف باء مضمومة، بندق. برد. أحسنت، برد تبدأ بحرف باء مفتوحة، برد. بندق. ما أطيبه، بندق. برد، أشعر في الشتاء بالبرد. من سيعطينا أمثلة أيضا على حرف الباء أيها التلاميذ المجتهدون؟ بقرة. أحسنت يا ميمون، من سيقرأ لي هذه الكلمات؟ ببغاء، وتبدأ بباء مفتوحة. برتقال، وتبدأ بباء مضمومة. بطيخ، وتبدأ بباء مكسورة. بطيخ. اسألني أيضا يا حرف الباء. أعطني كلمة تبدأ بحرف الباء. حسنا، أريد باء مضمومة. باء مضمومة يا سمسم، باء مضمومة. بومة. أحسنت، بومة. بومة تبدأ بباء مضمومة. ما رأيكم أن نتحدث عنها؟ أنا لا أحبها، لكنها من مخلوقات الله التي تسبحه، كما قال في كتابه العزيز: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. للبومة 522 نوعا. وما الفرق بين تلك الأنواع الكثيرة أيتها الزرافة ظريفة؟ تختلف بالشكل والحجم. غريب. وبما أنها تصطاد ليلا، فإنها تتمتع بنظر قوي يساعدها على كشف مكان فريستها بكل سهولة، ولا تصدر صوتا من جناحيها في أثناء طيرانها. إنكم أصدقاء ظريفون جدا، وأتمنى أن أبقى صديقكم دوما. ها هي الأفيال قد عادت من البحيرة، يجب أن نعود لنرى ماذا سنتصرف من أجل بيت سمسم. وسأعود إلى صندوقي. رافقتك السلامة. بندق، برد، بقرة، ببغاء، برتقال، بحيرة، بوم وبطيخ، كلمات تبدأ بحرف الباء. باء بابي، باء بيتي، باء بابي، باء بيتي، بيتي بابي أرنب أقرب، بيتي بابي أرنب أقرب، كلمات يبنيها حرف الباء. أين أنت يا ميمون؟ أنا هنا يا سمسم، كنت أقوم بإبعاد الأحجار عن طريق المارة. السلام عليكم يا سمسم. طبعا تريد مني إخراج الماء. الحمد لله.
الحمد لله. هيا بنا يا أصدقاء، هيا تعالوا نتعرف إلى الحرف الجديد. أنا متشوقة جدا إلى معرفته. هل أنتما مستعدان؟ طبعا مستعدان. ما بك يا سمسم؟ تعال قبل أن نتأخر عن أصدقائنا الأطفال. كأنني رأيتك قبل الآن. أبداً، فهذه أول مرة أخرج فيها من الصندوق. الحرف الذي يشبهني ورأيته قبل ذلك هو حرف الباء الذي يشتمل على نقطة تحته، أما أنا فلنقطتان من فوقي. أين هما؟ لقد نسيتهما، سأحضرهما حالاً. صحيح، حرف التاء. أنا أحب حرف التاء كثيراً، السبب هو أن ما أكله الآن يبدأ بحرف التاء. هل عرفتم ماذا أكل الآن؟ نعم، تفاحة. أحسنت يا ميمون. ما هذا الجو الحار؟ سأذهب حالاً إلى البحيرة. ونحن أيضاً سنتبعك. الحمد لله على نعمة الماء، إنها من أعظم نعم الله علينا، أليس كذلك؟ طبعاً، لنعد الآن إلى إعطاء أمثلة على حرف التاء. كلمة التمر تبدأ بحرف التاء، وهو ذو طعم لذيذ جداً لا يقل عن طعم هذا التفاح. ما هذا يا ميمون؟ أرى أن أمثلتك التي جئت بها اليوم عن أشياء تؤكل، وما زال في ذاكرتي العديد منها أيضاً، مثل كلمة التوت، ففي أولها تاء وفي آخرها تاء. وهناك أيضا كلمة تين، وهي كلمة تبدأ بتاء مكسورة. أتت إلى خاطري كلمة تمساح. ما هذا المثال الذي أتيت به يا ظريفة؟ أنا أخاف من التمساح. معك حق في هذا، التمساح حيوان برمائي خطير، إنه يختبئ في المستنقع ويبقى فترة طويلة دون حراك، ويبدو كأنه طرف صخرة، حتى إذا أتت بعض الحيوانات لتشرب من ماء المستنقع انقض عليها التمساح والتهمها. فلا تنسوا، التمساح يبدأ بحرف التاء. أرجوكم دعونا نغير هذا الموضوع، أرجوكم. حسناً، سنتكلم إذن عن موضوع نظافة الأسنان، ما رأيك بهذا؟ تكلمي عن أي شيء ما عدا التمساح هذا. اسمع، إذن هناك عدو خطير جدا للأسنان يبدأ بحرف التاء، ألا وهو التسوس، الذي ينخرها حتى يقضي عليها. لذلك يجب علينا أن نكون حريصين على صحة أسناننا باستخدام الفرشاة بصورة مستمرة، وخاصة بعد الطعام وقبل النوم، وبهذا ستبقى سليمة وستريحنا دائما. جزاك الله كل خير على هذه النصيحة المفيدة يا ظريفة. ما هذا؟ انظري هناك، شيء ما يتحرك، ترى ما هو؟ يا إلهي، إنه تمساح. النجدة، النجدة. تفاحة تمساح، توت وتين وتمر، تاهو معا في أرض حمراء مثل الجمر. تفاحة تمساح، توت وتين وتمر، تاهو معا في أرض حمراء مثل الجمر. لم ينقذهم منها إلا وجود حرف التاء. ثعبان، النجدة، ساعدني يا ميمون، هناك ثعبان كبير.
حمدا لله على سلامتك يا سمسم. أحمدك يا الله على النجاة، يكاد قلبي يقف من الخوف. ماذا أفعل؟ أخشى أن يكون الثعبان ما زال يترصدني، فأنا أعرف أنني أكلته المفضلة. علي أن أغادر المكان. هيا بنا، هيا يا ميمون، أسرع. ما الذي حصل؟ أرى من وجهك أنك خائف جدا يا سمسم. فعلا، لأنني كدت أن أقع فريسة في فم ثعبان كبير، رأيته يختبئ ضمن المزروعات التي ذهبت إليها لآتي بالكرة التي وقعت فيها. سلامتك يا سمسم، عليك أن تبقى حذرا جدا. ثعبان يبتلي أرنبان، أمر مدهش. كيف؟ للثعبان فم قابل للتوسع بشكل كبير حسب حجم الفريسة المراد أكلها، فيمكن تشبيه فم الثعبان بأنبوب مطاطي. بقدر ما يكون حجم الفريسة كبيرا بقدر ما يتوسع فم الثعبان ليستطيع استيعاب الفريسة. وقد متع الثعبان بهذه الميزة لأنه لا يستطيع تقطيع فريسته ولا يستطيع مضغها أيضا، فلا تستغرب يا ميمون أن يستطيع الثعبان ابتلاع أرنب. أبعد الله عنا وعن سمسم شره وشر غيره. آمين يا رب العالمين. أرى أننا تأخرنا على أصدقائنا كثيرا، لنذهب ونرى حرف اليوم ما هو. هيا بنا، ما رأيكم؟ معك حق، سنذهب إلى الصندوق. السلام عليكم يا أصدقاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ما هذا الحرف؟ إنه يشبه حرف الباء وحرف التاء أيضا. إنه حرف الثاء، يتميز بثلاث نقط فوقه، بينما حرف الباء له نقطة تحته، وحرف التاء له نقطتان فوقه، وحرف الثاء من الحروف اللثوية. ثاء. ثاء. وهو أول حرف من كلمة ثعبان. لا تذكريه بالثعبان. حسناً، سأذكر كلمات أخرى تبدأ بحرف الثاء. هناك كلمة ثعلب، وكلمة ثور، وكلمة ثمرة. ثعلب، ثور، ثمرة. ثعلب، ثور، ثمرة، فعلاً كلها تبدأ بحرف الثاء. ونحن نعرف أن الثعلب هو العدو اللدود للدجاج والبط، وهو يعد أيضاً عدواً للأرانب. عذراً من صديقي سمسم الذي سيستاء حتماً لسماعي هذا. ماذا أفعل؟ أرى نفسي ملاحقاً من جهات كثيرة. ماذا أفعل الآن؟ أين أختبئ؟ أخبروني. لا تخف، فأنا وظريفة لن نتخلى عنك أبداً، سنبقى يداً واحدة. بالتأكيد، طالما بقينا مجتمعين لن يتجرأ أي عدو أن يدنو من أي واحد منا، لأننا سنقف في وجهه كالجبل الذي لا يتزعزع. وليكن حرف الثاء قدوة لنا بنقاطه الثلاث المتضامنة، فهو لا يستغني عن أي نقطة من نقاطه. أعتقد يا سمسم أن لا مسوغ لك أن تخاف. أما الآن وبعد أن تعرفنا إلى حرف الثاء، دعونا نلعب بالكرة قليلا. إنها رياضة وتسلية في آن واحد. فكرة رائعة يا ظريفة، هيا. ثم ثمر ثور في بستان أخضر، والثعلب يحمل حرف الثاء يحاول أن يثأر. ثم ثمر ثور في بستان أخضر، والثعلب يحمل حرف الثاء يحاول أن يثأر. هب الحرف وقال انتبهوا من الثعلب، سيحاول أن يسرقني منكم، لا تدعوه يذهب بحرف الثاء. كم طعمها لذيذ. طبعا لم ينسني طعمها أن أغسلها جيدا قبل أن أبدأ بأكلها، لأنني أعلم أهمية ذلك. وطبعا لم أنس أيضا أنكم بانتظار الحرف الجديد الذي سيظهر لنا من الصندوق. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك، نراك متحمسا يا سمسم. لأنني أريد رؤية الحرف الجديد.
سنراه معا. ما هذا ثعبان؟ أبعده عني أرجوكم. ها؟ لا تخف لا تخف، أنا خامس حرف من الحروف الهجائية في اللغة العربية الجميلة، أنا حرف الجيم. انظروا إلي جيدا، فذيلي هذا الذي ترونه يبقى معي عندما آتي في أواخر الكلمات فقط، وأتركه عندما آتي في أولها أو ضمنها، والنقطة التي ترونها تحتي لا أستغني عنها أبدا، فهي تلازمني دوما وأينما جئت. جزاك الله خيرا على تعريفنا بنفسك، لقد سعدنا جدا بلقائك. أما السمسم فسعادته تكاد لا تصف. طبعا، لأن الجزر يبدأ بحرف الجيم. صحيح، فكلمة جزر كما نرى تبدأ بحرف الجيم. سأشارك أنا أيضا، كلمة جبان تبدأ بحرف الجيم. هل لاحظتم يا أصدقائي كيف يختلف حرف الجيم في شكله عندما يأتي في أول الكلمة عما شاهدناه قبل قليل؟ تذكرت حيوانا يبدأ اسمه بحرف الجيم ويشبهك بطول أرجله يا ظريفة. أعرفه، ويطلق عليه أيضا اسم سفينة الصحراء، وهو حيوان يتميز بتحمله للعطش والحرارة، وسأترك الإجابة ليقولها ميمون. بحرف الجيم؟ لم أعرف. ما بك يا ميمون؟ الإجابة بسيطة جدا، الحيوان هو الجمل، فكلمة جمل تبدأ بحرف جيم مفتوحة، والجمل يا أعزائي يستطيع التنقل في الصحراء مسافات طويلة، وهو ما يعجز عنه أي حيوان آخر. ربنا سبحانه خلق له السنامة ليختزن فيه الغذاء والماء فترة طويلة، وهيأ في كل خف من أخفافه فلطحة كي لا يغوص الجمل في رمال الصحراء. وهل رقبته طويلة؟ نعم، رقبته طويلة قياسا إلى باقي الحيوانات، لكنها تظل أقصر من رقبتي. لكن إياك يا ظريفة من الغرور لكون رقبتك أطول رقاب جميع الحيوانات، الغرور يودي بصاحبه إلى المهالك. لا تنسي أن تكوني متواضعة. أحسن، وأنا أشكرك على نصيحتك، لكنني أحب أن أطمئنك أن الغرور لم يدخل إلى قلبي ولن أدعه يدخل بإذن الله. ظريفة، ماذا تريد؟ قلت لنا إنك قد تعلمت الحروف الهجائية قبلنا، فمتى حصل ذلك وفي أي مدرسة حصلت على المعرفة؟ أفيدينا من فضلك. قبل 10 سنوات ذهبت أنا وصديقي الفيل وصديقتي الأوزة إلى مدرسة الصنوبر، وتلقينا وقتها الدروس فيها. لا شك أنك شعرت في ذلك الوقت بسعادة كبيرة كما نشعر نحن الآن عندما نتلقى الدروس بمساعدتك ومساعدة الحروف الهجائية، أليس كذلك يا ظريفة؟ طبعا يا سمسم. إذن ما رأيك أن نذهب الآن ونتدرب على الحروف التي مرت بنا؟ ما رأيك يا ظريفة؟ فكرة صائبة، لأننا إن لم نتمرن على هذه الحروف سوف ننساها. تعال يا لأعود بكما. جزاك الله خيرا. هيا. بسم الله. جاءت جزر من الجبل تجرجر حرف الجيم، حفرت جبا صنعت جرة أهدتها لسليم، شاهدها جمل أبيض في الواحة يتريق، شاهدها جمل أبيض في الواحة يتريق، قال لها أنا مثلك اسمي يبدأ بحرف الجيم، حرف الجيم. لماذا تضحك يا ميمون؟ أضحك من أمر فعلته. أتسمح وتقول لي ما هو هذا الأمر؟ وجدت الأسد نائما وأمامه قطعة لحم، فانتهزت الفرصة ووضعتها على الشجرة. سامحك الله، كيف تتصرف هذا التصرف؟ أنا متأكد أنه لن يغضب مني. أتمنى ذلك، والآن دعونا نفتح هذا الصندوق. سأفتحه أنا، ترى ما اسم هذا الحرف؟ إنه حرف الحاء. حرف الحاء؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سعيد جدا بلقائكم يا أصدقاء، يبدو أنكم متحمسون لمزيد من العلم. هيا إذن عرفنا بنفسك. أنا الحرف السادس من الحروف الهجائية في لغتنا العربية، وتجدونني في كثير من الكلمات مثل حمل، حمام، حدأ، حديقة، وتوجد أيضا أسماء كثيرة أخرى غيرها. جاء دوركم الآن، أعطوني أمثلة. إرباع، حطب. سأعطيك مثالا لحيوان ضخم جدا هو الحوت، فاسمه يبدأ بحرف الحاء، حوت. وماذا تعرف عن الحوت؟ يعد الحوت من الحيوانات الثديية، إذ يلد صغاره ويرضعها. وهناك عدة أنواع من الحيتان، لكن أضخمها هو الحوت الأزرق، إذ يصل طوله إلى نحو 30 مترا ووزنه إلى نحو 130 طنا. كما أتمنى أن أصادق ذلك الحوت حتى تخشاني الحيوانات المفترسة ولا تهدد حياتي. كيف يصادقك وهو لا يغادر البحر أبدا يا ميمون؟ إذن هو يتنفس عن طريق الماء كالأسماك؟ أبدا يا ميمون، هو يتنفس الهواء مثلنا. معقول؟ نعم، إنه أمر غريب، لا يستغني أبدا عن الهواء، لذلك نجده كثيرا ما يخرج إلى سطح الماء ليستمد منه الهواء اللازم. لماذا تركتنا وصعدت إلى أعلى الشجرة يا ميمون؟ ألا تريد مشاركتنا في إعطاء أمثلة أخرى عن حرف الحاء؟ أم أنك خفت أن يكتشف الأسد أمرك؟ سمسم، سأعطي أنا مزيدا من الأمثلة. حلو، حمام، حنان، حبل، حوار، حصان، وطبعا كل هذه الكلمات تبدأ بحرف الحاء. يا إلهي، من هذا؟ أنا لم أقصد أبدا. إنه يتقصى أثر قطعة اللحم. هل انتهى الدرس إذن؟ لم ينتهي، ولكن سنتابع الدرس. نريد منك يا حرف الحاء أمثلة من حيوانات الغابة يبدأ اسمها بحرفك. حصان، حمار، حمل. جمل. حمل لا جمل. سأعطي أمثلة أخرى، فمثلا من المعادن حديد، ومن القماش حرير. أما بشأن الأسماء التي شيء لا يحتمل، سأعود إلى مكاني. يا إلهي، أبعد الأسد عني. انتبه، لقد لحق بك. سامحه الله، لم يكن تصرفه صحيحا. علينا ألا نمازح الكبار، بل أن نحترمهم وأن نوقرهم. في بستاننا حمل وحصان وحمار وحمام في برج أحمر رسم عليه سوار. في بستاننا حمل وحصان وحمار وحمام في برج أحمر رسم عليه سوار. حامت حدأ حول البرج وحطت قرب الماء، صاحت أمي حملت حبلا صفق حرف الحاء. حامت حدأ حول البرج وحطت قرب الماء، صاحت أمي حملت حبلا صفق حرف الحاء، حرف الحاء. سمسم، أعطني موزتي، هيا. دم 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 دم. ألم أقل لك إنك لن تستطيع أخذها مني؟ لا تنسى أنني سريع جدا في القفز. انظر ماذا يوجد في أعلى الشجرة يا ميمون، انظر. استلزعتها. دعنا منها الآن وشاهد معي ماذا يوجد في أعلى الشجرة. ماذا؟ يا للروعة، كأنه عصفور مقلوب. لا، ليس كذلك يا ميمون، فالرأس كأنه رأس فأر، لكن كيف له جناحان؟ إنه أمر محير فعلا. لنسأل من هو أعرف منا، ما رأيك؟ فكرة ممتازة جدا يا ميمون، تعال لنسأل عنه ظريفة. هيا بنا، هيا. ميمون، سمسم، لما تأخرتما؟ نحن نعتذر. نحن جاهزان للدرس الجديد.
ما هذا؟ يشبه حرف الحاء. ما هو اسمك؟ أنا اسمي حرف الخاء، وتجدونني في أوائل الكلمات التالية مثل خالد ومثل خشن أيضا وخل وخفاش. خفاش؟ ما هو الخفاش؟ ترى هل هو الخشاف؟ أنت لا تعرف سوى الطعام يا سمسم، هناك فرق كبير بين الاسمين. فاسم الخشاف مثلا هو اسم طعام يأكله كثير من الناس خاصة في رمضان، أما الخفاش فهو اسم لحيوان صغير يطير لكنه لا يعد من الطيور، فجناحه من الجلد وليس من الريش، ويلد الخفاش ولادة ولا يبيض كالطيور. إنه حيوان يصطاد ليلا وله أذنان كبيرتان يسمع بهما جيدا، ولكن عينيه ضعيفتان، لذلك يعتمد بدلا منهما على شبه رادار موجود في رأسه، وهكذا لا يتأثر بالظلام، ويستطيع تحديد مكان فريسته بدقة بالغة عن طريق الأمواج المرتدة التي يتعامل بها دماغه، وتشبه مبدأ الرادار الذي يحدد مكان الطائرات وفق المبدأ نفسه. ومن الأشياء الطريفة التي يتميز بها الخفاش من باقي مخلوقات الله هي أنه عندما ينام يجعل رأسه للأسفل وقدميه للأعلى. أظن أن هذه المعلومات كافية كي تعرفكم بالخفاش. عرفت الآن أن حرف الجيم له نقطة من تحته وحرف الحاء ليس له أي نقطة، أما حرف الحاء وهو موضوعنا الآن فإن النقطة من فوقه كما في كلمة خفاش. تذكرت أمرا ضروريا يا أصدقاء، هناك وعلى شجرة قريبة منا سقط عش عصفورة إثر رياح قوية، وكانت العصفورة قد بذلت جهدا ووقتا طويلا حتى أتمت بناءه، لذلك علينا أن نساعدها ببناء عش جديد. هل يمكننا ذلك؟ سنتعاون جميعا قدر استطاعتنا، العصفورة في حاجة إلينا، سنجمع لها القش اللازم وسنضعه بالقرب من الشجرة. وستقوم العصفورة وقتها ببنائه. هذا صحيح يا ميمون، وبهذا العمل الذي سنقوم به سيهيئ الله عز وجل لنا من يقوم بمساعدتنا عندما نحتاج إلى مساعدة من الآخرين. علينا دائما أن نتسابق إلى فعل الخير. شكرا على نصائحك يا ظريفة. هذا واجب علي تجاه أصدقائي، العلم ليس قراءة وكتابة فقط يا سمسم. صحيح، العلم بالإضافة إلى المعرفة هو تربية على الأخلاق الحسنة والقيم. لنسرع الآن ونبدأ عملنا قبل أن تغرب الشمس. هيا. خالي خالد ينشر خشبة خلف المخزن في الساحة بجوار العتبة. خالي خالد ينشر خشبة خلف المخزن في الساحة بجوار العتبة. ينشر شكلا كالأسماء شكلا يشبه حرف الخاء. ينشر شكلا كالأسماء شكلا يشبه حرف الخاء. شكل الخشبة أصبح حرف الخاء. ما أخبارك يا ظريفة؟ الحمد لله. كيف حالك يا سمسم؟ ترى هل أفطرت؟ الحقيقة ما بك؟ قل. لم أفطر. ولماذا؟ قل لنا ما هو السبب. لقد نفدت كمية الجزر التي كنت أدخرها. كان عليك أن تلاحظ ذلك وتؤمن المزيد منه. انتظراني قليلا. الحمد لله، لقد شبعت، جزاك الله خيرا. لم أفعل ما يستحق الشكر عليه يا صديقي، نحن متكافلون. الجو بديع هذا اليوم، ما رأيكما أن نذهب في نزهة معا؟ فكرة جميلة يا سمسم، لنعد أغراضنا إذن. هذا رائع، ولا تنسى أن تحضر معك الكرة لنلعب بها هناك. هذا شيء طبيعي، أليس كذلك يا ظريفة؟ ولكن هل نسيتما أن لدينا درسا الآن؟ صحيح، كيف نسينا ذلك؟ حسناً. ما اسم
هذا الحرف؟ أنا حرف الدال طبعاً. أهلاً بك بيننا. وها أنا جاهز أمامكم لتلبية أي طلب تطلبونه. كلمينا عنك يا دال. حسناً، على الرحب والسعة. جزاك الله خيراً. أنا أول حرف من كلمة دب. لاحظوا حرف الدال فيها كيف أتى مضموماً. وهذه دجاجة، وهي تبدأ بحرف دال مفتوحة. دجاجة دجاجة. وهذا ديك، وهنا أيضاً تبدأ كلمة ديك بدال مكسورة. ديك ديك ديك. أعطوني الآن كلمة جديدة. من يقرأ لي هذه الكلمة؟ ومن يستطيع قراءتها غير ظريفة؟ اقرأي يا ظريفة. الكلمة هي ديناصور، وكما ترون فهي كلمة تبدأ بحرف الدال، وهو موضوع الدرس الذي نتحدث عنه. والديناصورات إحدى أنواع الحيوانات التي كانت تعيش منذ زمن بعيد، ولكنها انقرضت بعد ذلك. وقد تعرف الإنسان في هذه العصور بالديناصورات من خلال هياكلها العظمية التي عثر عليها في عدة مناطق من العالم. ويعد الديناصور من الحيوانات التي تتغذى على النباتات، وهو حيوان ضخم جداً، حيث يصل وزنه إلى نحو 77 طناً، ويصل طول ذيله فقط إلى حوالي 15 متراً. هذا يعني أن شكله مخيف جداً. يا إلهي، لقد أخفتموني. وما هو سبب انقراضها؟ هناك عدة فرضيات تتحدث عن انقراضها، منها أن كبيرا كان قد حدث بسبب سقوط أحد النيازك على سطح الأرض، فأدى إلى إبادة كثير من الغابات التي كانت الديناصورات تتغذى منها. إذن الديناصور حيوان ضخم جدا. هذا صحيح. وهكذا علمتم أن هناك حيوانا أكبر مني حجما ورقبته أطول من رقبتي. انظروا هناك. ما هذا؟ هل هذا ديناصور؟ إنه فيل. ديكون صادق دبا أسود. بصداقته أصبح أسعد. لعب ألعاب القرب السد. بأحرف حلوة تتجدد. الديك أحب حرفا والدب أحب حرفا. الديك أحب حرفا والدب أحب حرفا. كليهما أحب حرف الدال. واحد اثنان ثلاثة أربعة. 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 واحد اثنان ثلاثة. يا إلهي، انتبهوا يا أصدقاء، ذئب مفترس. علي أن أختبئ. اختبئوا أنتم أيضا. يا سمسم، زال الخطر. الحمد لله. ترى ما الذي علق بي؟ ماذا؟ هذا أنا حرف الذال، تاسع حرف من الحروف الهجائية، وأنا أعد من الحروف اللثوية، حيث ينبغي على اللسان أن يكون على طرف الأسنان عند لفظه لي. وهناك حرف شبيه جدا بي لكن ليس له نقطة. أليس هو أول حرف يبدأ به اسمك يا ظريفة؟ لا يا ميمون، لأن أول حرف يبدأ اسمي به هو حرف الظاء وليس حرف الذال، ولكنهما يشتركان في أنهما من الحروف اللثوية. وإن كنت تقصد كلمة زرافة، فأول حرف في هذه الكلمة هو الزاي وليس الذال. إذن الذال ليست كالظاء ولا كالزاي. ضغط. يعني كما في كلمة الذئب. كما في كلمة الذئب. لماذا خفت يا سمسم؟ كنت أقلد صوت الذئب فقط. جعلتني أعتقد أنه قد عاد من جديد. أنا آسف. الذئب قد ذهب. ذهب أيضا تبدأ بحرف الذال.
ذهب، والذال هنا مفتوحة. ذهب. وأنا جائع، لم أفطر بعد. سامحك الله يا ميمون. هل أقول لك السبب؟ طبعا، أحببت أن أخفف وزني قليلا، لكن الفطور ضروري جدا للصحة ولا يجوز تركه نهائيا. لماذا التقطت هذه الثمرة؟ إياك أن تأكلها، فقد وقف عليها الذباب. لا يهم، إنني جائع جدا، وبشأن الذباب فقد أبعدته. نعم أبعدت الذباب. ذباب؟ ذباب تبدأ بحرف الذال، هل هذا صحيح يا ظريفة؟ صحيح، إنها تبدأ بحرف الذال، ولكن الأمر الأول ليس صحيحا. ما هو؟ هو أكلك للثمرة التي وقف عليها الذباب، ومعروف أن الذباب يقف على الأماكن القذرة والمليئة بالجراثيم، وبذلك يعلق بهذا الذباب جزء من هذه الجراثيم، وعندما تقف على طعام معين مثل الثمرة التي أكلتها قبل قليل تنقل الجراثيم إليها، وعندما يأكلها أحد ما تنتقل إلى جسمه وتتكاثر فيه بسرعة، مسببة له أمراضا قد تكون في بعض الأحيان خطيرة جدا. أرجوك لا تخيفني يا ظريفة، كنت وقتها جائعا جدا ولم أستطع مقاومة نفسي اتجاهها. سنرى إن كنت تستطيع مقاومة المرض الآن يا ميمون. سمسم، ما هذا؟ لا تهزأ بصديقك، هذا معيب. بدأ بطني يؤلمني، ليتني لم أكل تلك الثمرة. يا بطني يا بطني، لن أفعل ذلك ثانية أبدا. يا بطني، يا رأسي. لقد كان درسا قاسيا يا ميمون، ولا أعتقد أنك ستنساه أبدا. فعلا يا سمسم، لن أنساه أبدا. لكن بدلا من وقوفك أمامي هكذا بلا فائدة، اذهب وابحث لي عن عشبة طبية. عشبة طبية؟ هذا صحيح، سآتيك بها حالا. وفقك الله يا سمسم. ذئب ذهب إلى المزرعة وقرب الباب، حرك ذيله كي يطرد أسراب الذباب. ذئب ذهب إلى المزرعة وقرب الباب، حرك ذيله كي يطرد أسراب الذباب. لم يشعر بالشفقة، حمل الديك ملقى. لم يشعر بالشفقة، حمل الديك ملقى. شعر بهزة، لمح إوزة، وناطورا وكلاب، فهرب وغاب. كل حروف اللغة سوا، من حرف الألف إلى الياء. كل كلمة نستعملها، نلمح فيها حروف هجاء. أنا حرف الهاء بهاشم، وبهدهد وبهرم هاء. أنا حرف الراء بربح وبرمح، أنا حرف الراء. أنا حرف التاء بتين وبتوت وبتمر تاء. أنا حرف الحاء بحوت وبحمر وبحر حاء. كل حروف اللغة سواء، من حرف الألف إلى الياء. أبجد هوز حطي كلم، جزء من أحرف الهجاء. أنا حرف الباء ببندق وببقرة وببرج باء. أنا حرف الخاء بخيط وبخيمة، أنا حرف الخاء. كل حروف اللغة سواء، من حرف الألف إلى الياء. كل كلمة نستعملها، نلمح فيها حروف هجاء.